مش بخطري يعني. يعني أنا غنيت في بعلبك السنة اللي فاتت، وعملت أعمال وطنية لبلدي، وبلدي بتمر بأزمة هلا، وإن شاء الله حتتعافى بإذن الله. بس هن طلبوا الأشياء القديمة، وأنا ما كنت عاملة حساب إنه أعمل مش عويدك والأغاني، فبوعدهم المرة القادمة إن شاء الله تكون. قائمين عنا على الحفاوة والتكريم اللي أنا شفتهم ولقيتهم. تجربتك مع الفرقة الوطنية التونسية؟ رائعة جدا، كانت حلوة كتير، وبتمنى دائما أجي تونس وتعزف. الفنانين انه يجوا يحيوا حفلات بتونس، بلد الامن والامان ان شاء الله، والله يامننا باوطاننا يا رب العالمين. آخر وقت اللي تطلع مع ميادة الحناوي، حتى لي أنا مثلا توانا اليوم قائد الفرقة الوطنية، ولكن أنا زادة كي كنت صغير ونسمع في أنا بعشقك ونسمع، ومازلت بديت هكا نتعلم في الكامانجا، نحب نعزفهم الأغنية هذوما، نلقى روحي اليوم في 2016 أنا قود في فرقة اللي ميادة الحناوي معناتها تغني، معناتها بصراحة إحساس آخر ما نجمش نوصفه. مهرجان حمامات وحب في ميادة الحناوي وحب في الفن وحب في الثقافة، هذا هي الأجواء اللي تونس معناها معروفة بها.
سجلتها وتمتعت بها برشا برشا بصراحة. أما الصحة ربي يعطيها الصحة وربي إن شاء الله يشفيها بصراحة. بكيتولنا الوالدة توا هكا شهرية به يا حلوة ياسر، كيما استنيناها كيما لقيناها، والصحة تمشي وتجي عند الناس الكل. أما الصوت يقول لك دي لا غروند لا مارميت اون بو فوار لي ميور سوب. انا هنا معنا فريمون يعطي صح بيكابل ميادة سي الفن، فن اللي معناه التلفون دو هذاك هو الفوا نتاعها اون ديغي يا بنتو.